نهار الخميس ما جيت الخبز لا اليوم كانت فتره بالطين. هذا الوضع هيك من اهل الخير بيجيني من اهل الخير يعني ناكل نشرب ما بيجيني ما عم بيشي. سكننا بالسفيره قام اشتغل على سياره خضره وبهالسياره هاي قام راح ما رجع فجابوا لي اغراضه وقالوا لي بالسجن. سالنا عليه ما لقينا عندي 6 بنات وصبيه باركوا بالمدرسة داوموا نهارين بالأسبوع أو قالوا لي بدنا قلم بدنا دفتر قلت لهم ما بقى داوموا خلاص بحط على إيدي وبغسل بدي دواء غسيل ببعث بالليرة وبالليرتين لأجيب دواء غسيل ما عندي إمكانية أنا لازم تكتر شي خسالة خسالة بدي مدي للغرفة هذي ما عندي الحصيرة ما بدها في الشتي. احنا في بيت الخاله رانيا بعد ما اجينا عم نعمل زياره ميدانيه واوضاع ماساويه كثير صعبه قالوا لنا نعمل استجابه سريعه نامن انه الاشياء الناقصه في البيت بالمرحله الاولى رح ناخذ اطفال للسوق ونامن لهم كسوه الشتاء ومن بعدها نامن لهم فرش البيت والغساله حتى بس جينا ركز دوره كبير عشان السنة الجاي هيك يا حلو هنا محل زحمة الأحذية ونرجع بس سرقنا الجوزات يا رب. 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 يا رب